والله جل وعلا أخبر أن الأعمال مبنية على النية والإرادة، وكما في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ومن القواعد المقررة في الشريعة: الأمور بمقاصدها، والنية تفرق العادات عن العبادات. فيجب أن يستحضر الصائم النية، هل لازم أن يستحضرها في كل يوم أو يكفي من أول الشهر إلى آخره؟ هذا هو الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى.